5 دقائق حتى كنا نجربها بالفرشيطه، كنخشي فيها الفرشيطه حتى دخلت فيها الفرشيطه، وعاد ديك الساعه تطفيت عليها. المهم نتوما اللي قطعتوها على هذا الشكل، انا 5 دقائق بالضبط، 5 دقائق مني حتى غرى عليها الماء، ماشي 5 دقائق من الاول. صافي انا غادي نكتفي بهكا، غادي ندخلها للفرن تحمر ونرجع معكم. الدجاج ديالنا معمر بالشعريه كيجي على هذا الشكل، البطيطه كذلك كتجي رائعه شهوه منها. كنقدموها هكا مع شويه ديال الخس وطوماط سوغيز. اللي عجبو الفيديو ديالي يدير لي لايك وسبسكرايب ويفعل زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي، وشكرا على المتابعه ودمتم في حفظ الله.